نشرة الأخبار من تليماهوك، أهلا بكم وهذه أبرز عناوينها. المغرب يسجل 1241 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بطاقة التعريف الوطنية الجديدة. و33.7 مليار درهم مجموع موارد الصندوق الخاص بجائحة كوفيد-19 إلى غاية متم يوليوز الماضي. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 و1010 حالات شفاء و28 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضح منسق المركز الوطني لعملية طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 37,935 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي، ومجموع حالة الشفاء التام إلى 26,687 حالة بنسبة تعاف تناهز 70%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 584 حالة. صادق المجلس الحكومي أمس الأربعاء على مشروع المرسوم المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني. وأفاد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل أحكام القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني. هند صدقي والتفاصيل. صادق مجلس الحكومة الأربعاء على مشروع المرسوم المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، إذ أفاد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة بهذا الخصوص بأن المشروع الذي تم عرضه الأسبوع الماضي من طرف وزير الداخلية يهدف أساسا إلى تفعيل أحكام القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ومن خلال المشروع تم تحديد نموذج هذه البطاقة ومدة صلاحيتها وشروط تسليمها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها، إضافة إلى الوثائق التي يجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وكيفية إيداع هذا الطلب، سواء بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني أو المغاربة المقيمين بالخارج أيضا. المشروع يحدد في مادته الثالثة أنه يتعين عند أول طلب للحصول على البطاقة تقديم نسخة من الدفتر العائلي للمعني بالأمر أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية أو نسخة موجزة من رسم الولادة، ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين 3 أشهر. اعتمد الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي مجموعة من القرارات الهادفة لتسهيل استفادة المؤمنين من خدمة التأمين الإجباري عن المرض ولتعزيز التدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا. وذكر بلغ للصندوق أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة على صعيد المرافق العمومية وانسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المصادر. وأفاد المصدر ذاته بأنه تقرر الترخيص لمراكز علاج السرطان والمصحات الخاصة بتمكين المؤمنين من المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة من الاستفادة من البروتوكولات العلاجية المتعلقة بحصص العلاج الكيماوي والعديد من الأدوية المكلفة في إطار الثالث المؤدي دون طلب للتحمل المسبق ورخص لها أيضا فوترة هذه الخدمات مباشرة دون انتظار قرار المراقبة الطبية. وأوضح أن هذا القرار سيمكن المؤمنين من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أسرع الآجال ومن تلقي العلاجات الضرورية وفق مصادر مبسطة، مضيفا أن الصندوق سيمكن من تنظيم مراقبة طبية بعدية للتحقق من مدى استيفاء ملفات علاج السرطان للشروط المنصوص عليها في القانون 65/00.
وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراسلة للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، حث فيها على تفعيل التدابير الاحترازية الواجبة قصد الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بمقرات المحاكم، خصوصا مع ظهور حالة إصابة بالفيروس لدى العاملين بالمحاكم. وأشارت المراسلة إلى ضرورة التقيد بمجموعة من التدابير في هذا الإطار، من بينها إعفاء ضعاف المناعة والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من الحضور. عودة إليك هند صدقي. بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كوفيد-19 في صفوف العاملين بالمحاكم، المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدعو إلى التقيد بالتدابير الوقائية لمواجهة انتشار الوباء المستجد، إذ تمت مراسلة المسؤولين القضائيين بمحاكم المغرب من أجل دعوتهم إلى مواصلة الحرص التام على تفعيل التدابير الصحية للحد من انتشار الوباء بفضاءات ومقرات المحاكم، وكذا ضمانا لصحة وسلامة العاملين والمهنيين والمرتفقين. ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية اللازمة كتنظيم عملية الدخول للمحاكم والحرص على الالتزام بارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان وتقليص العدد في حدوده الدنيا وتكثيف عمليات التعقيم والنظافة والحكامة في تدبير مختلف الخدمات مع الاعتماد على الوسائل الإلكترونية ما أمكن، وكذا إعفاء ضعاف المناعة والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من الحضور وتحديد عدد الموظفين بكل فضاء أو مكتب. كما شددت مراسلة المجلس على منع دخول الزوار للمكاتب الداخلية والاعتماد على مكاتب الواجهة، وعلى التزام لجنة اليقظة المشتركة بالسهر على حسن تفعيل مختلف تدابير الصحة والسلامة. أكد مدير مسجد الحسن الثاني بدار البيضاء أنه عقب الإعلان عن إعادة فتح مساجد المملكة تم اتخاذ كل التدابير الصحية والتنظيمية الكفيلة بضمان سلامة مرتدي المسجد خلال الصلوات الخمس وفق البروتوكول الذي وضعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال بهذا الخصوص أن كل الأشخاص الذين يقصدون هذا المكان الفضيل للعبادة صاروا مطالبين بالالتزام الصارم بالتعليمات والتوصيات التي قررتها السلطات المختصة حفاظا على صحة وسلامة الجميع. وأضاف أنه لحماية رواد مركب المسجد من زوار ومصلين ومرتفقين حرصت إدارة مؤسسات مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء على التعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المختصة المحلية والوطنية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تصدر عن هاته الجهات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. أفادت الخزينة العامة للمملكة أن مجموع موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بلغت إلى غاية ما تم يوليوز الماضي ما قيمته 33.7 مليار درهم. وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية للإحصائيات المالية لشهر يوليوز الماضي أنه في نهاية يوليوز 2020 سجل حساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 موارد وصلت إلى ما مجموعه 33.7 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته 24.7 مليار درهم. ويذكر أنه تم إنشاء هذا الصندوق بتعليمات سامية من الملك محمد السادس من أجل التكفل بنفقات التأهيل الخاصة بالمجال الطبي ودعم الاقتصاد الوطني بغية مواجهة انعكاسات هذه الجائحة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل والتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة عن هذه الجائحة. كشف علماء وباحثون الأسباب التي دفعتهم إلى التحذير من اللقاح الذي أعلنت عنه روسيا يوم الثلاثاء الماضي، وقالت إنه ناجع في الوقاية من فيروس كورونا المستجد. ونبه باحثون غربيون إلى أن اللقاح الروسي الذي أطلق عليه اسم سبوتنيك 5 لم يشمل عينة كافية خلال مرحلة التجارب السريرية، وهذا التقصير غير آمن من الناحية الطبية. وقال
مدير معهد سلامة اللقاحات في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19 مخيف فعلا ووصفه بالخطير. ويرى سالمون وثلة أخرى من الباحثين أن روسيا أقدمت على خطوة بالغة الخطورة حينما أعلنت جاهزية اللقاح لأنها تجاهلت المراحل الثلاثة المطلوبة خلال التجارب السريرية. قالت الحكومة المحلية في مدينة تشينزن الصينية مؤخرا إنها اكتشفت وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح أجنحة دجاج مستوردة من البرازيل، ودعت السلطات المستهلكين إلى توخي الحذر عند القيام بشراء أغذية مستوردة من الخارج. ورجح المصدر أن تكون العينة الإيجابية للفيروس قد جرى أخذها من سطح اللحم، بينما سجلت حالات مماثلة للعدوى فوق أكياس من مأكولات البحر المستوردة. وجرى استيراد أجنحة الدجاج المجمدة من منشأة صناعية في ولاية سانتا كاترينا جنوب البرازيل. وأوضح البيان أن فحوصا للفيروس التي أجريت لمن تعاملوا على الأرجح مع هذا المنتج كانت جميعها سلبية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية النشرة، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. المغرب يسجل 1241 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بطاقة التعريف الوطنية الجديدة. و 33.7 مليار درهم مجموع موارد الصندوق الخاص بجائحة كوفيد-19 إلى غاية متم يوليو الماضي. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.